رجعنا تاني لعمان، سوري على السقفه معلش، رجعنا تاني لعمان زي ما انتم شايفين، مظبط لكم بقى الكادر، خليت الكاميرا واسعه تاني لان الناس قالوا لي خليها واسعه فيستي وبتاع، فمظبط لكم الكاميرا المفروض. اه يا عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني والله. مش عارف التسجيل من الاوضه دي شعوره مختلف، اقسم بالله شعوره مختلف. المهم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنلعب مع بعض لعبه الصيد مع اسماعيل، انا عارف ان ده بيستي ومنبه، هنرجع تاني نص ساعه ما تقلقوش، وهنلعب مع اسماعيل لعبه الصيد. المفروض في مابا جديده اسمها رانشو دي الازورو، او والله ما فاكر اسمها ايه، هي اسمها صعب، هي اسمها صعب، اساميهم صعبه والله العظيم. احنا رايحين يعني نصطاد حيوانات ماشي، فمعانا اسماعيل فنقول الو الو. الو ايوه خلاص معانا اسماعيل اهو زي ما انتم سامعين، فهنجيب لعبه وهنبدا المنبه ونسلم على ايه ده يا عم، انا جايب نسناس طلعت ازاي؟ تعالى من على الكرسي هنا تمام، تروح طالع وعامل جامب هتلاقي نفسك في الاباجوره فوق البتاع. طب بقول لك ايه، اقف بس طرف الاوضه عشان بس اقول لهم الكتاب بتاعك. كنت بقول لاسماعيل انت قصير كليبي، بيقول لي تقريبا دي الاوضه بتاعت الالوجن يا جماعه، لو لما واحد بيقف في حته بيشوف التاني اكبر واصغر. بصوا اصلا هو طولي بس انت شكلك قصير قوي والله، انت مش فاهم. ما نفس الحكايه عندي نفس الحكايه والله. طب ممكن اسالك سؤال؟ يعني انت وانت بتلف الكاميرا بتحس في ايفكت غريب على الشاشه في الاوضه دي؟ هي الأوضة مريبة عامة، في زرقان غريب الأوضة عامة، هي زرقاء أصلا. ما أنا فاهم، أنت مش فاهم قصدي، مش عارف أنت شايفها ولا لا. لوحة تقريبا، أنا عندي الشاشة بتعمل رعشة كده الألوان كده. المهم يعني ده باب الأوضة اللي ما بيقفلش، معرفش ليه. بص ركز، هو ده إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده إزاي؟ مستني نفسي إيه ده يا جماعة والله؟ واضح ان رمضان هنا في البيت، عشان في نص رمضان فوق. ماشي، ايه ده ايه ده؟ طب ما تيجي نسرق الاسلحه دي. اسماعيل هو ده بيتنا؟ والله ما اعرف يا عم، انا ما اعرفش ده ايه اصلا المكان ده. دي المابا الجديده، ده اللي انا عارفه. ماشي، دي المابا الجديده، نطلع من هنا ازاي بقى؟ في مكتب ورا. ها الله 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 الله، تعالى تعالى بره، تعالى بره، تعالى بره، تعالى بره. ايه ده؟ ده حركات، تعالى نجيب العالم ده. ده موضوع، خلي بالك الكلب بتاعك اهو. الكلب بتاعك اهو، اسمه كلب. هو انت اللي بتجري زي الهبل ده؟ اه ده انت، ده انت. هي دي المكس، دي المكسيك. لا اولا فيفا ماهيكا، اولا اولا سنيور، اولا سنيور. هو انا كلب فيهم بتاعي يا اسماعيل، هو ده صح؟ استيفان ايه؟ ولا بناديه ازاي؟ تعال ولا بي 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 تعالى بتشيز بي. لحظه واحده، استنى عشان كده تجيكو 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 مش معنى الكلب بتاعي بس معلش. هل ينفع قلت لك الكلب بتاعك؟ يا ابني ما قلنا لا قبل كده. في جرس فوق ينفع نضربه؟ لا والله احنا ما ينفعش نضرب الجرس. انا ضربت. طب احنا هنقعد معجبين بجو ريد ديد ريدمشن ده ولا هنروح نصطاد بقى؟ في حيوان وراك. ايه ده؟ استنى ايه ده؟ ايه ده يا اسماعيل؟ هو في ديناصورات هنا ولا ايه؟ ليه؟ ما شفتش؟ في صوت؟ صوت كان عالي شويه تقريبا؟ مش صوت، مش صوت، مش صوت. نورث ايست، نورث ايست كان في حيوان غريب، يعني كان صوت حيوان، عملت له تراكنج، كان في حيوان غريب والله والله العظيم. مش فاهم ايه ده. طب تعالى تعالى نروح، تعالى نروح. قشطه ماشي. طب ايه احنا محتاجين نبدا بحاجه؟ بوبي تعالى ورايا، احنا محتاجين نبدا بحاجه. انا معايا 14 طلقه. ما انا معايا حاجه كده. ايه ده؟ دي ما بحوار والله. تعالى نشوف ممكن نروح في هنا بتاع ده. تعالى تعالى، انت تشتري حاجات طيب ولا نروح على طول؟ ما فيش مشكله، ممكن نروح التاور دوت نستكشف، ولو في بيت جنبه نروح له ونشتري من هناك. التاور اللي هو ايه ده؟ احنا في هاسيندا يا عم، انا عارفها دي يا عم، موجوده في السخنه تقريبا. زحل هي دي. عارف عارف عارف. يلا انا اشمعنى تقريبا في تراكنج تقريبا ايوم اقرب تسجيل بلا. ايه ده؟ الو. ايه ده؟ انا اللي وقفت. انا ايوه، بص بقى ايه الحيوان ده، ايه الحيوان ده، ايه الحيوان ده، بص له ايه ده بقى. بص فوق على اليمين، رينج ناكد فيزنت. اسمعني، عايز اصطاد بتاع ده. فين دوست؟ دوست فين اصلا يعني انت؟ هو 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 ناحيه نورث في حيوان من نوع ما. اوكي طيب، استنى كده اقف مكانك. ناحيه نورث. هو ده هو ده نهر اصلا؟ ده نهر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وطي وطي وطي. انت شايف حاجه ثانيه غير اللي انا شايفها ولا ايه؟ ايوه يا عم، في وشنا نهر صغير او بحيره صغيره. ايه ده؟ الصوت جاي من عندها. استنى كده، دي شجره.
يا عم لا والله في، هو انت هو انت ليه مش مؤمن انت بتعمل ايه فيه؟ ايه ده؟ ما انا جاي معاك اهو. ما انا ماشي اوكي ماشي ماشي. بص عليا، بص انيميشن انيميشن الكراوتش غيروه. بص بص عليا، بص بمشي ازاي. اه التاريخ ده عجبني ان هو بيظبط اللعبه والله. طب هو المبا دي بتشتهر بايه؟ ايه ده؟ هي المكسيك، المكسيك المكسيك فيها حيوانات غريبه. في حاجه قدامك، في حاجه قدامك، في حاجه قدامك بتنور. في حاجه قدامي بتنور، ده غالبا اثار. اثار؟ ايه ده بقى؟ في حاجه، في حاجه؟ ده الكلب يا عم. استنى استنى. خلي بالك صحيح ان هم الكلاب دي هتعمل لنا دوشه كتيره. تعال نشوف يعني ده امتى ده؟ فيري اولد. في قدامنا حاجات عند نورس. ايه ده؟ ايه ده؟ في قدامنا هو قطيع جريو. قطيع جريو؟ قطيع عند نورس ايست في النص، يعني عارف انت ما بين نورس ايست بيجروا دلوقتي هم. تعرف تشاور عليهم؟ تعلم عليهم؟ يعني مثلا في الحتة دي. بالظبط. بالظبط ايه؟ انا مش ايه ده، مش ايه ده، مش باين؟ اوكي. عند الحته بقى ديت. تمام. نورس ايست، عند نورس ايست هتلاقي في قطيع ماري بيجري غالبا. طب استنى كده. باظ. ايه ده؟ ده غزلان يا عم تقريبا ولا ايه ده؟ اسمه ايه؟ في غزلان، في غزلان. انا عمال ادور معاك. عايز تعمل التشالنج ولا بلاش نستكشف هذه المابا العجيبه مع بعض؟ لا نستكشف بقى، اصل اول مره نيجي المابا فنشوف فيها ايه. تعال نروح على النهر اللي جنبنا نشوف فيه. شمالك، شمالك في حاجات. ايه ده؟ فين؟ انا بتهيألي حاجات تقريبا. هو انت انا ملاحظ انت بتتخيل وجود حاجات تقريبا. هو المنطقه دي مليانه تراكس كتيره. ايه ده؟ هو فين النهر اللي هنا؟ احنا بعيد عنه قد ايه؟ في عصافير يا عم قدامي اهي. فين بقى؟ بقول لك ايه، تعال. ايوه تعالى لنا بقى. ايوه قدامي اهو. ده انت، انت ده انت في ال... ايه ده؟ انت كلبك بيورش؟ فين العصافير دي يا اسماعيل؟ يا عم هضرب لك الكلب بتاعك. انا قدامك انت عمال بتبص اهو. اللي في الهواء دول؟ ده هم دول يا عم العصافير. اوكي انا عايز اصطاد واحده من دول. استنى بقى. بالراحه بقى. ماده ولا ايه؟ ده؟ جت فيها طلقه. ايه ده؟ انت الطلقه بتاعتك دي ايه ده؟ ايه ده؟ دي طلقت عادي خالص. ده ايه العبط ده؟ ايه القرش ولا كاني ضربت. ايه ده؟ ايه 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 ايوه ايوه استنى طب نشوف. هو في هنا ايه ده؟ ده في ده قدامي يا اسطى. الو 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 استنى تعالى. مت مت مت. اسمعني انا عايز اجيب حاجه بالبو. بو ايه يا عم؟ مش لما نجيب العصافير دي. طيب اوكي تعال. عايز اصطاد اي حاجه بالبو. طب بس احنا ماشيين كده رايحين فين؟ هتيجي اوديك القطيع اللي انا شفته اللي احنا طفشنا. استنى بس، لقيت حاجه؟ بص المنطقه اللي احنا فيها. حد مات؟ مفيش حد مات. مفيش حد مات بس دور كده. بص كده حواليك بس. ما انا كنت هاخدك عند قطيع يا عم، لسه شايفه قطيع كبير يا عم. بص احنا اصطادنا حاجه هنا. مش باين عندي الباب بنفسجي. تراك يا عم، تراك يا اسطى. الو انا مش معانا كلاب هنا في البتاعة دي. اهو جايبه جايبه جايبه. تعال بص تعال بص تعال بص تعال بص. اهو ايه بقى ده؟ سمان؟ مش فاهم. ايه ده؟ استنى. ايه ده؟ الكلب بتاعك اصلا مش ما بيعملش حاجه. دي حمامه ماتت من الخضه يا اسماعيل. بص الكلب بيعمل ايه، بص الكلب بيعمل ايه. في ايه يا ابني؟ خلاص جبته. خلاص 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 خلاص. ده كلب انا كمان. كلبك انت تقريبا ما جاش مهنج. ممكن ما تعملش تراش تاك. تعالى 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 حبيبي تعالى تعالى. كم 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 مشي. هو كلب غبي اصلا. راح نقتله ولا حاجه. طب بقول لك ايه، احنا قدامنا هنا عند هاسيندا دي في بحيره. تعال نشوف كده لو في شاليه ولا حاجه ناخده. دي يوز. يا ريت يا ريت عشان الجو نفسيه محتاجه بس. بس حلوه الماب، واسعه. نفس الجملة دي بنقولها على كل مابا بنلعب فيها. بقول لك ايه ده بقى كده؟ المايه دي فيها عندها حاجة بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الأصوات دي؟ أهو 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 راح يتمخطط. ايه ده؟ دول كتير. شايفهم؟
عملت مارك. كريتيكال بوزيشن. هو ايه اللي تحت على اليمين ده يا اسماعيل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتتكلم فين؟ في لما بتفتح المابا ولا لا؟ تحت على اليمين مكتوب لي حاجات كده غريبه. استنى كده، هنضرب. بتضرب فين يا عم؟ انت جاي تعدي من قدام البطه بالطلقه، مكتوب لي انفاليد تارجت، ما كنتش مكتوبه ليه؟ سبب فينش. قدامك اهو. ايوه، ما دول اصطدتهم يا عم. اديلهم بقى، اديله. جايين اصطاد سمان والله. جبتهم؟ هو ده اللي انت بتجري وراه اصلا. استنى بالبو بقى، هو ماله بيرقص زجزاج كده حاليا؟ هو ماله؟ هاتوا انت، هاتوا ايه؟ هاتوا ده. ايه ده؟ جت فيه؟ ده مات؟ لا بيطير يا ابني. لذينة، هرب مني. طب بص، هو في كذا حاجة هنا أنا مصطادها، فأنا مش عارف دول إيه. إيه يا عم ده؟ رينج نيكد، مش عارف. عايز تكلم حاجة فيهم ولا إيه؟ يا عم أكلم مين؟ يلا بينا. مش عايز تشوف شكلهم؟ تعالى شوف شكلهم. أوكي طيب. في إيدك واحدة. البو هو البو ماله؟ ضرب. هو طلع من فوق. انا ضربت النقطة عليه بالظبط، ما جاتش فيه. شوف بقى ده ايه اللي انا استفدته. بس مش عارف، انا عملت اكسبت وخلاص. بس هو البو تقريبا عارف، عمل دروب شوت كده يعني، جه قدام بتاعه وراح نازل. لا هو طلع من فوق، هو تقريبا بيمشي مع الهواء ولا ايه؟ انا ما اعرفش. ده يكون بتفرق. طب هنروح فين بقى؟ عايز تروح فين؟ هيوديك عند القطيع اللي احنا طفشناه، ولا نروح اصلا نشوف الواي بوينت اللي هي مطرح ما انا باصص كده كيلو قدامنا؟ ماشي يلا، ماشي يلا بينا. كنا بنجري. هي اللي عندها اللوك اب دي؟ اللوك اب. على فكره انا فهمت، تحت على اليمين بيكتب لك حاجات من الكلب بتاعك. ففي حاجه اسمها كريتيكال. ايه ده؟ مين اللي فوقينا ده؟ ايه ده؟ البتاع بيلاند اهو، بيلاند اهو. طيب ما علينا، انا همشي بالبيستول يا عم. واضح انه العصافير هنا غبيه شويه. انت بقى كنت شايف قطيع ايه؟ عشان انت عمال تقول لي القطيع القطيع، انا ما شفتش حاجه على فكره. قطيع يا عم، كان غزلان وحاجات كده. ايه ده؟ كان عندها. بقول لك ايه؟ شفتها؟ لا ما شفتش. هو انا عامل ليفل اب لحاجه غيرك ولا ايه؟ استنى كده. بيركس سكيلز 5 سكيل بوينتس. طب انا معيش ولا بوينت. اصل انا يعني دلوقتي طلع قدامي في اسد. قدامنا ده الاسد؟ لا ده مش اسد، ده غزلان. طب تاخد اللي على اليمين ولا الشمال بسرعه؟ هات اللي على اليمين، ولا نقرب شويه؟ ما هيشوفونا اصلا، عندي كلير شوت. شوف عايز ايه. ماشي، هات اللي على اليمين. ماشي ماشي يلا. ايه ده؟ في قطه اهو. جبته. فين ده؟ قط. مات. ما اعرفش ده يوم اقرب، ما اعرفش يعني. قط ايه؟ والله يا عم حاجه بيضة كده، تعالى كده اوريك. تفتكر قط ولا اسد يعني؟ ما اعرفش، ممكن اصل في بيبقى في قطط كده اللي هي القطط البريه. بتفكرني بناشونال جيوغرافيك والله. انا شفت مره كانوا جايبين فيديو كده عن قطه بريه حجمها صغن، قطه صغيره جدا. ايوه عارف. فاهم؟ بيستي عند نورث ايست في النص. عند نورث ايست. ايه ده؟ في كتير دول. او في قطه على شمالك اهي. ايه استنى استنى، سيبها لي دي. ايه ده؟ اقتلها. مش عارف اضرب. ابعد عني. ايه اوكي طيب يا عم، انت اللي جاي في قفايا. وغزاله ما عنديش نفس يا عم. انت جاي النهارده تمنع صيدي ولا ايه؟ والله ما انا قتلت حاجه وانت قتلت حاجه. هو اصلا انت عندي ما كنتش واقف قدامي وعمال يقول لي انفاليد تارجت. انفاليد تارجت؟ طيب انا معايا 5 طلقات بتاعتك ولا ايه؟ دي قطتك انت ليه يا عم؟ ما جبتش فيها ولا طلقه. هي عامله كده ليه؟ مش عارف. استنى هي عامله كده ليه؟ اكليم انت كده؟ اكليم انت كده طيب؟ وبقول اقول لك انت ضربتها في كليتها و يعني ايه ده؟ بهدلتها. تقريبا الرصاص اللي معانا. بس هي ما فيهاش تروفي. ها؟ ما فيهاش تروفي؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده يا اسماعيل؟ هو كلب ماله؟ هي الكلاب مالها؟ مش عارف. هو في حاجة؟ مش عارف. تراك يالا. لا يكون في حاجة تهجم علينا ولا حاجة. تعالى خد القطة بتاعتك طيب ولا أي حاجة.
ما انا ما موتهاش في والله حاجه، في غزلانه اهي. انا ما انت ما قتلتش القطه، انت ضربها يا عم. يا عم ما ضربتهاش يا عم، انا بقول لك انت وقفت قدامي. استنى ايه دي؟ ده مين اللي ضربها؟ ده انت يعني. في واحد ثاني انا كنت ضربها انا قدامي. انا بص للوشق ده. اه في واحدة هناك اهي برضه، دي اللي انا قتلتها. دي غزالة لطيفة دي. وكب قرون. انا قاتل واحدة برضه. ايه ده؟ دي سيلفر. حلو ده. والله كنت هفلك على الكلب بتاعك. لونه اورنج ومش باين هو تبع مين ولا بيعمل ايه ولا اي حاجة. في اهو عارف انت رعد، رعد اهو بيقول لي ان في حاجة، بيقول لي الارت. الارت؟ اه شفت شفت شفت. اه. آه موجود عند ايه ده؟ اديته المفروض موجود عند نورث ايست ورا الشجره. وفي اصلا حيوان عنده انا موته، وفي حيوان عنده ميت. تعال تعال تعال، في حاجه ميته هنا. تعال. مش هو الكلب بتاعي تقريبا لقى حاجه من اللي انا قتلتها؟ ما تقريبا هو اللي قدامي ده. بس ال في حاجات على يميننا اهي برضو. ما هم دولت اللي احنا ضربناهم لما انا قلت لك عليهم، اللي هم كانوا بص. مجموعة كانوا أربعة كده. ده النمر اللي أنا قتلته. ماشي استنى عايز أتفرج عليه كده. إيه ده؟ ده اللي أنا كنت عايز أضربه أصلا وأنت كنت واقف قدامي. ده برونز. وبعدين في هنا غزالة عايز تكلمت بقى. تعالى. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت شغال؟ أنت شغال؟ ده الكلب بتاعك. آه ده الكلب بتاعك. هو بيعمل إيه؟ مجنون يا عم. ماشي. ده أنت اللي مصطاده سيلفر. بقول لي ليفل أب. طب والله احنا عاملين في صيد كتير في المبنى دي، وفي مساحه واسعه كبيره يعني، بس محتاجين نجيب طلق بقى. فتعالى ندور على ايه. لقيت حاجه؟ اه عند الميه. البحيره دي جامده جدا. هي دي بقى اللي انا كنت بقول لك القطيع عندها، بس من الناحيه الثانيه. لا بس انا ما كنتش عايز اصطاد غزلان، انا عايز اصطاد حاجه جديده. كان في زي كبش كده. اوكي تقريبا في مابا تانية فيها كانجرو. ايه ده؟ ايه الهبل ده بجد؟ انا شفت كانجرو كده تقريبا. طب انا كليم ده عامة. طب تعال نروح على ال بص عند ناحية نورث ويست هتلاقي في اسمه ايه ده؟ سكاوت بوينت كده او لوك اوت بوينت. تعال نروح لها. عشان انا عشان الرصاص اللي معاك اصلا قرب يخلص. انا معايا تلاتة. تلاتة؟ المفروض يبقى في هنا ان انا اضرب لك حاجات يعني عارف يا عم. مش لما يعملوا احنا بينج لبعض الاول. اللاب اصلا عندي شغلت الفي سينك بتاعه عشان التسجيل، بس ما يبقاش الصوره بتقطع فيه عشان الجاتو. فكل كل شويه توقع فريم كده. في حاجه على يميني يا اسماعيل. استنى كده، في حاجات على يميني. غزاله جريت. جريت جريت جريت. هفكس لها واروح عشان طب انا قدامي لسه او كتاب. مش خلاص افكس ده. لا عايز تصطاد تصطاد انت عايز. لا 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 ما هي جريت شويه وما عنديش كلير شوت قوي عليها. فانا لا بلاش. في علم هنا اكس بي بلاش. بس انا ملاحظ احنا نزلنا ما كانش في قصه، ولا احنا ما كناش قصه ولا ايه؟ ما حدش قال لنا اي حاجه، اللي هو امشي من هنا ولا اعمل اي حاجه او ما تعملش حاجه. ما حدش عبرنا بالظبط. ما فهمت اصلا. المكان الاوضه دي تحس احنا كنا في سكيب روم مثلا. قلت له ايه؟ المكان اللي احنا كان فيه كان فيه مكتب بقى. مكتب يعني غير الاوضه اللي احنا كنا واقفين فيها، كان فيه مكتب جنبها مفتوح. مفتوش ده. انا شايف التاور من هنا اهو. احلى حاجه في اللعبه دي حوار انك تدوس جي وبعد كده تدوس كابس لوك خلاص. تروح مكمل جاري على طول. انت بتجري لوحدك بقى. اللعبة محتاجة عربيات جديدة على فكرة غير الباجي. عارف 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 الجيب اللي هي من غير سقف دي بتاعت السفاري؟ اه هي واحد مثلا يركب جنبك وكده تبقى جامدة قوي. هي اصلا دي المفروض للاماكن اللي زي كده. مفيش حد اصلا بياخد جيب اصلا ويجري في اماكن برية زي كده. افرض طلع عليك اسد ولا اي حاجة. مع ان انا شفت مرة حد كان بيصور نمر وكان قاعد في عربيه نص مفتوحه. عارف انت ما هم بيعملوا كده. ما هو ما هو الاسود ما بتهاجمش على العربيه دي غير بقى لو فاهم اللي هو ايه. الاسد ده ما فيش اكل خالص وجعان وخلاص بقى فقد الامل في الحياه. ساعتها ممكن يهجم، انما غير كده لا بيهجمش. بس في حاجه جنبنا هنا ريستنج مش عارف ايه ده بتاع بوب كات.
بوب كات. على فكره اللي احنا قتلناه اصلا كان فعلا قط، هو ده القط البري نيد. اه اللي هو ده يديله. هو اللي بيجري على يمنا ده والله. ايه ده؟ في حاجه؟ ايوه ايوه استنى، في حاجه ناحيه. اه عندي كلير شوت اضرب. ايه ده؟ ده مات. هو ماله الاسد ده او البتاع ده بيموت بسرعه قوي طلقه واحده، او ممكن احنا دخلنا بس راح الصح بالغلط عامه يعني. الرصاص اللي معانا تقريبا زياده عليه فتقريبا بيفرتكوا. ما هو طلقه واحده بس، استنى اشوف هيحصل له ايه. بس ده غير اللي احنا صدناه من شويه. لا نفس. لا ده لونه اورنج شويه. في صوت، في حد عمال بي بي بيعرف انت بي بيزنع اللي هو ايه بي بيزنجر. هو تقريبا 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 لما بنكون جنب قطط بريه الكلاب بتحذر لانهم ممكن يهجموا علينا اصلا عادي. تلاقيه مستني هناك، مستني هناك في التاور عارف انت. هتلاقي بقى الاثنين الروشين اللي عمالين بيروشوا من اول ما نزلوا. هو فوق التاور يستنى. انا بس هعمل اللي هي السيرفي دي فاهم. واحنا بنعملها تلاقي المشهد من فوق ان احنا بنتاكل ولا حاجه. انا ماشي بريفولفر اصلا لاقي قوي على المكسيك الصراحه. هو اللي بيجروا شخصيتك بتجري مثلا ماسكه مسدس على يمينها، هو ده كده ايمن؟ يعني الاشول بيجري ايمن مش ايمن واحد اسمه ايمن، لا قصدي يعني يمين اليد. لا انا شايل. قول معايا هو في ايه؟ ايوه هي دي اللي عايز اصطاد يا اسماعيل، شفتها؟ شفت الورنينج كله؟ ولا لا؟ الورنينج كول لا كان في ورنينج، في اصوات غريبه عماله بتحصل فمش مفهومه. وبعدين انا ماشي بال بالبينوكولاس التلسكوب اللي اسمه ايه دوت، ولا بالبتاع اللي هو المنظار ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه هو ده تقريبا بقى بيج هورن صح؟ صح ولا ايه؟ ده حمام. اوكي تمام ماشي ماشي. افتكرت انا فاكرك لقيت قدام الحمام ده في لو قدام الحمام في علامه حمراء كده فافتكرتها زي حاجه تيليبورت باين ولا ايه ما فهمتش. طلع جرده. ماشي انا بسيرفي اهو. ايوه المبنى حلو قوي، فيها خضار وفيها صحراء يعني فيها كل حاجه. ايه يا عم ده؟ لا جامد. فكرني في فيلم افريكان قوي. هم كلهم بيفكرون في فيلم افريكان. اوكي. طب ايه ما ينفعش يطلع منها؟ ايه الهبل ده؟ طب استنى بقى. ايه بص. ده ايه الجمدان ده؟ ما انا بقول لك. انا ببص كده على الصحراء كمان بعيد. هل في اي بيت جنبينا؟ في بيت اهو. في بيت. بيتين. بيتين. تحب تروح انهي واحد؟ في بيت قدامي ناحيه ويست. ماشي. في وسط التراب، في وسط الصحراء. تيجي نروح هناك نشوف الدنيا عامله ازاي؟ وسط التراب؟ اوكي. في وسط التراب هو ده؟ لحظه. ده ويست. بليس واي بوينت. في واحد تاني، في واحد تاني عند نورس. هو ده هو ده اللي انا كنت عايز اروح. مش عارف بفكر نروح ناحيه التراب نجرب. يا عم يلا. اي حته مفتوحه بتبقى ظريفه اصلا في ال المفروض الهند. المفروض المفروض ان المكسيك فيها كايوتيز ومش عارف ايه وحاجات كده. مش احنا في طريقه ان احنا نعرف الحاجات اللي هنا؟ استنى كده. كودكس وايلد لايف كايوتي سكيتش مش عارف ايه سبيسيز اكتف سوشيال سنسز هابيتات ريكومندد. هي دي الحاجات اللي في الماب دي بس ولا دي حاجات ايه؟ لا دي حاجات اللي بشكل عام. ماشي. كنت عايز اشوف لو في طريقه، اكيد في طريقه نعرف منها ال الحاجات اللي في المكان اللي احنا فيه بس. ان مش عارف. تفتكر يعني هم منظمين قوي للدرجه دي؟ في حاجه عدت من قدامي. الدقيقه في الشارع معايا طلقتين بس. فلازم اجيب طلق. ايه ده احنا اصلا شويه هنختم المقطع. بس لا المبع عجباني يعني واللعبه وحشتني والله. طب انت معاك كام طلقه اصلا؟ طلقتين. والشوجن انت ولا انت ماشي بالبو؟ ماشي بالبو ومسدس وطلقتين. نفسي اصل حاجه بالبو ده والله. طب ماشي خلينا بقى ايه لو ده نهايه المقطع. لو لقيت اي حاجه يبقى خليني ايه ممكن نخش عليها. كيوتي كيوتي. ايوه كيوتي كيوتي. بالراحه بقى. ايه ايوه احنا مش هنلاقيه خالص ده. بص واقف فين ابن اللذينه؟ وسط الشجر.
مش هنلاقيه ده، مش هنلاقيه، مش هنلاقيه. طب عايزين الا بقى لو طلع في وسط التراب يعني. نجيب حد بالبو. مش هنمشي بالبو. هو البو جامد جدا الصراحه، شكله حلو كمنظر، تحسها مرعب كده يعني. غالبا اول ما انت هتوصل هناك غالبا الار ما هيضرب. لا لا هنلحق نصطاد حاجه قبلها والله. انا عشان كده بقول لك ان احنا ايه 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 لا لا فكرت في إيه حاجه في ايه يا عم ده. بس المابا عاجبني ان التراب تحسه اوفر ساتوريتد كده، تحس او تحس ان الشمس ضاربه فيه بجد. حاسس بكده ولا ايه؟ تحس ان انت في اللي هو ويست وور وور ويست تقريبا. أيوة او أيوة اللي هو أيوة. الطيب والشرس والقبيح. تحس ان جو امريكا قوي بالظبط. ده جامد قوي الصراحه. فيرست تايم. فيرست تايم الفيلم اللي هو انا اصلا مش هنقوله في الاخر. كنت بقول لك انه كنت اتفرج على فايت كلاب وانا في الطياره، اتبسطت. لا والله جميل جدا، شغلته في الطياره فاهم، قعدت اتفرج عليه اتبسطت. انا بحب كنت متفرج عليه من حوالي شهر. ما هو جميل جدا، هو جميل جدا. رجعت قلت اتفرج عليه من حوالي شهر بالظبط. انا بحب ادوارد نورتن قوي اصلا، جميل جدا، تمثيله حلو بقى. بس فيلم لذيذ، الفيلم لذيذ اصلا. انت عارف انا كنت اول مره اتفرج عليه صح؟ لا والله والله. فكنت انت عارف اصلا انا حصل لي اصلا موقف غريب. ما كنتش مسافر لوحدي، فكانت اختي معايا يعني. ف واحنا على الطياره بقى من دبي لعمان، خلاص بقى قاعدين على الطياره مستنيينها تطلع بقى ماشي. فانا بتفرج على بقيه يعني، كنت اتفرجت على نص الفيلم وبعد كده فاضل لي بس حبه، لا كان فاضل لي حبه صغيره فيه اللي هي بقى النهايه بقى الكبيره بقى القويه بقى فاهم. فقاعد بتفرج بتفرج بتفرج، اول ما الفيلم خلص ببص عليها عشان اقول لها خلصته، لقيت ان احنا اصلا في السماء يعني، بقالنا شويه طايرين وانا ما خدتش بالي من كتر ما كنت مركز في الفيلم. بس فكان دي بالنسبه لي العلامه ان انا مستمتع بالفيلم ده يعني، ما خدتش بالي خالص خالص. تخيل احنا طلعنا طلعنا ما حسيتش الفيلم. لا عبقري. انا كل فتره كده برجع اصلا اقعد اتفرج على الفيلم اللي هي بتاعت التسعينات دي، لان ما انا بعمل كده الفتره دي كان فيها شويه في حاجات انا فوتها فوتها، ما كانتش داخله دماغي زمان وانا صغير لان ما كنتش فاهمها قوي يعني. الفيلم ده لو كنت اتفرجت عليه وانا صغير ما كنتش فاهم منه حاجه. بس فدلوقتي بقى عجبني صراحه جو كان وصلنا. مريبة وانا عملت بتاع انت جاي من بعيد بتعرج تقريبا. هو دي عندنا سرايا ميتة في الشاشة ولا ايه؟ بإذن الله يعني ان شاء الله مش عارف انت عامل ايه. ايه اخبار فين بقى ال تيجي نقعد هنا خلاص والله مكان حلو بالمزيكا. علاوتك في المزيكا دي. انا لسه بقول لك والله المزيكا بنت لذينة يعني. تن 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 تررن. هو احنا بنمشي بقى نسلاح بالام 1؟ ام 1 جراند تقريبا. مش فاكر الامو اصلا كانت بتاعته كانت ايه، رايفل سايت رايفل بتاع دوت اي حاجه بوليمر تيب بولت مش عارف ايه دي. هي دي ماشي. ستورج طلع كده معايا ولا لا؟ بوليمر تيب بولت تقريبا طلع بقى معايا خلاص صح؟ بقى معايا خلاص. اوكي انا كده معايا طلع كده، انا معايا طلع هو اللي هو ب 850 صح؟ اسمه بوليمر اسمه ايه؟ استنى اقول لك اسمه ايه. اسمه لقيت غاز اللي هو 30/6 .30-06 بوليمر تيب بولت. عايز تبوش على حاجه ولا تاخد ال بفكر والله بشوف كده، اصل كان في حاجه في وشي هنا. ده ايه المزيكا دي وايه الريلاكسيشن ده فيه؟ لا المزيكا مزيكا عظمه كده. عجباني يعني. مفيش اي بحيره هنا جنبنا. اوه بقول لك ايه ده. اوكي اصلا في ورنينج كول في وشي، في ورنينج كول. احنا ماشيين مع اتجاه الهواء رايحين نصطاد كايوتي، ما اكيد هيعرف مكاننا غالبا. طب بص في حته كده افتح الماب هتلاقي في جنبنا كريتر كده، عايز اروح له قبل ما نقفل الفيديو. هو 800 متر. استنى هجيب العربيه واجي لك، او هات عربيتك هات عربيتك انا جاي لك. في حته كده تقريبا انا وانت ما شفناش حته زيها قبل كده في اللعبه، لو انا فاهم الماب صح يعني. انا مندمج بس مع المزيكا عشان الموضوع عنيف. انا المزيكا دي اصلا تنفع جدا لفيديوهات جامده قوي، حلوه قوي المزيكا بجد. رايا اوفر
جدا. مش انا همشي وراك تحس لو ان انا مش انت عارف انت بتتكلم على انهي جاد واحده. فاضل في انت جبت نفسك نفس كده. التيم. تاني استنى تيم ايوه سيلون. بص بقى الكلب بيت ولا ايه؟ بس كده تعالى ورايا ليتس جو. اللعبه دي الساوند تراك بتاعها جامد جدا. اوه خلي بالك انت بقيت لما بتتضرب بتتدمج انت. ما تعملش حوادث ها؟ انت اللي بتتدمج مش العربيه لوحدها. زي ما احنا كده زي ما احنا زي ما احنا. اوه ايه يا عم في ايه؟ اي خطه بتدمجك بتبدا بالشاشه بتحمر. منبه بيرن. لا لا كمل 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 انا عايش في الحته دي. عايز اعرف فيها ايه زي ما انت كده. هو الكلب ده سريع قوي كده ليه؟ يا ابن الاثنين خبطت الكلب. ايه ده اللي قدامك ده؟ انزل له ولا لا. حل عليه يا اسماعيل. ايه ده؟ حل عليه يا اسماعيل. ايه ده؟ انت مت ازاي؟ ايه ده؟ انا مت. انا مت. صمت صمت تاني. انا جبته. ايه ده انت قمت تاني؟ ايه ده؟ اوكي انا قمت مستنيك مستنيك. يلا اول تسجيله بقى فما ينفع هنفكس للمنبه شويه. تعالى بس تعالى. انا ايه يا عم ده؟ انا اتدمجت برضه على فكره ما اعرفش اتدمجت من ايه. هو تقريبا وهم بيجروا ممكن يدمجونا تقريبا. ما انا ما فهمتش. انا افتكرت يعني اللي هو انا ممكن ابهدله. لا 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 ما ينفعش. انا اللي اتبهدلت. انا غلطت الغلطه دي قبل كده. مستنيك. انا لقيتك ريحت على جنب كده ما فهمتش ده. انا بكل سهوله. طب انا لا وانت بتاع سريع. انت كملت كملت واصلا كنت يعني سايق بيا يعني انا كنت في الارض وانت ممشيني. انا اصلا في النص كده لقيت ان اسمه ايه ده؟ لقيت ان كنت يعني كنت بجري ولا الاسد ده ولا البتاع ده. لقيت نفسي بعمل تريبورت وحاجات غريبه. حبيبي يا كلب استنى. انا جاي اهو. استنى يا عم الجو. هو انت مش كلبي ولا ايه؟ ما تسمع كلامي بقى. الجو ماد ماكس في نفسيهم قوي. ايه ده؟ انا بحس على الكلب بس عشان لازم تزود ال البتاع اللي هي اللافنج بتاعته والحاجات دي عشان يليفل اب بسرعه ويبقى استمع يا عم. ما هي ما هي ما هي اه تعالى يا تعالى يا عم. يوجي كوجي لا بقول لك ايه بقول لك ايه انت بتتريق دلوقتي. انا الكلب ده اصلا هو اللي مخليني اعرف الحاجات فين. تحت تحت على اليمين بيقول لك كل حاجه بيعملها. ففي حته كده ايه ده؟ انت 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 البتاع بتاعتك دي لما ركبتها عملت صوت. يا لهوي تعالى يا ابني ورايا يا ابني سيبك منه ده مجنون. المهم تعالى بس نروح على المكان اللي كنت عايز اروح له عشان نقفل الفيديو على هنا. ماشي انا وراك عامه لان انا مش عارف المكان فين. الى هناك الى هناك الى هناك. المهم كنا بنقول ايه؟ والله نسينا. هطلع قدامنا البتاع ده طلعنا نجري وراه زي المجانين. الحاجات دي عارف ايه يا عارف لما بيقول لك ايه ده؟ يعني غالبا يا اسماعيل انا خبطت في صباره ثانيه هموت. لا يكون الصبار بيدمج اصلا. غالبا هو الصبار فعلا خبطت من شويه ريحت هايل. اه هو الصبار تقريبا عشان الشوك اللي فيه بيدمج ولا حاجه. اه اه انت لو وقفت فضلت لازق فيه هيدمجك. بس اهدى بقى اهدى 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 اهدى. بس هي إيه دي الحته اللي بقول لك هتبقى جديده علينا شويه. دي المفروض عباره عن زي نيزك كان خابط في الارض او حاجه. يعني لو بصيت عليها في المابا هتلاقيها كريتر كبيره كده. لذيذه لطيف. بس كده كنت عايز اجي اشوف شكلها عامل ازاي. شكلها حلو. جميله اللعبه. جميل جميل. ايه ده بيستي تعالى جايلك. في ايه؟ لا انت بسرعه. بص الباج. ايه ده؟ ايه ده؟ الحاجة بتوع فك كله. طب ممكن تقف جنبها؟ ده استنى كده. ممكن لو سمحت تقف جنبها عشان اصورك؟ اوكي طيب استنى اوكي. صورة بس عشان الثمنيل بس تعالى اصورك. ايوه خليك كده. ايوه ايوه الله عليكو. استنى استنى مودز والله يا ابني انت حاسب من وشي يخرب بيتك. استنى الكلب في وشي. ايوه
انا بصور لكم صور سرياليه والله العظيم. استنى كده. طب الكلب ماشي. ازيك الكلب بتاعي معايا. الكلب بتاعك بيعمل مودرنج تقريبا، ده قعد لي. خليك كده. ما هو انا قلت له، ما انا قلت له اقعد. خلاص خلاص خلاص، عملت لكم فوتو سيشن والله. انت مش انا بعت لك الصور، الصور جامده جدا والله العظيم. ماشي، شكرا يا اسماعيل على حضورك العطر معانا، شكرا ليك. حبيب قلبي حبيب قلبي. اروح اقفل الفيديو. باي باي. تمام، باي 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 باي. لحظة. ماشي يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة. لحظة واحدة بس عشان كنت مش عامل دفن، أنا كنت فاكر الديسكورد بيعمل دفن. تمام يا اسماعيل، اسمعني ده كله. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ايه ده طبعا ده دراعي. لو عجبكم ريت تعملوا لايك، تشتركوا في القناه المشتركين. قولوا لي ايه رايكم في الزاويه، الزاويه اللي احنا فيها دلوقتي دي، وسعناها شويه. يعني انتوا شايفين دلوقتي النانو ليفز من هنا، شايفين التيشيرتات كويس، اللايتس كويس، العدوليه بكده. فقولوا لي ايه رايكم. ماشي بس كده. قناه اسماعيل طبعا موجوده تحت في الوصف، واشتقنا لكم. بتاع دي هتتشاب بعد 8 ايام، فما تقلقوش. وانا اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. و سلام يا